السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة. اليوم ان شاء الله جينا انا والسي رشيد، بعدنا شوية على صويرة بواحد 7 حتى 8 كيلومتر. صويرة كتبان بعيدة ليه، راه الجزيرة ديال صويرة جزيرة موغادور. جينا ان شاء الله نجربو هنا في شي حجر، كنقولو ليه غريض عمر، غادي نمشيو نجربو ان شاء الله ونوافقكم بالحصيرة ان شاء الله. باكتاج هو زينو وبقاو معنا، ما تنساوش تدعمونا بشي لايك شي ابوني شي تعليق زويون وشكرا على بركة الله. المبارد المكاز، الله الله الله، هنا باش زوين باش كيدوزو بليكواد. حنا حنا خطيرين الرحال هنا. هذا حجر الما صافي، صافا ان شاء الله غادي نباتو هنا اليوم، غادي نجربو القضية كبيرة يا رب. اللوحة على الله، دابا كيدور البحر كيدور الدور هذا سرع، يعني غنتسناو يلاه نقادو الماتاريال ديالنا السنينيرات ديالنا والمسائل ديالنا. غادي نطعمو بأزايز السردين كابايلا، هذا هو المتوفر عندنا. واللوحه الله بحر الله، غير ما تنساوش تدعمونا بالبارطاج بارطاج بارطاج باش تعمو الفائدة. نسيت زويون، نتمناو تكون فيه شي شي بركة، أخر شي ضراوة هو في قد الكسبة ديالو. الشتيوة بحالها باش تبدا طيح، الحمد لله. بقاو معانا، سبحان الله العظيم. هنا لا نشوفو عكلات فواحد المصيد هنايا كتير، واش كتبان ليكم ولا مكتبانش؟ هاهي شتيها، يا سبحان الله. شتيها يا سبحان الله، الرئيس لاشيد اش كدير؟ هاي شتيها، هاديك راه راكدة على حاجة شتيها. دابا انت راه حرقت ليا الما، غادي نشوفو غادي نشوفو شناهي، هادي بورية ولا شناهي هادي؟ غنشوفو هادي لا راه كاينة كتحز الكبار مبغاوش نديها بالصوت، ويا وحدة كاركاع على هاديك شتيها. هذا بوري، يا سبحان الله يا سيدنا بوري. طيب خاي هذا شو بوري، كنت تحت الرملة هي فوق كتشوف هنا هذا كذا الدخول. كتهبط
توقعين شو في موت إذا اشترى غير يلا سيختو إلا كانت رطبة يلا الله بس خجج جلده يلا واحد شرية هي صغيرة واحد البوري كبير غادي نمشيو نجربو على الله لحد الآن يلا محادية وحيدة اللي كانت لها الرمل بزاف يفوق تحركوا الرمل كتهبط يا سبحان الله هذا بيزروك تحت من هذا بيزروك كيكون اب خايت دود دابوري صغير عاكل هنا القريشة موجودة تبارك الله شتاكي كتخبى شو هادي كتخبى سبحان الله ها هي وحدة كاينة مع الفسخة الله يعاون الرئيس كاين شي بحاليه ولا والو سارد الماء بارد الله يسخر هادي رطبه جا سبحان الله كتبدل الجلده ديالها جلدة فوق جلدة هادي غندوها نعمرو بها دابا شتيها كتخرج القوقعة ديالها ولا نحطوها فشي بلاصة تنصورو عليكم غنحطوها هنا نتسناو هاد حيد هاديك القوقعة ديالها خليناهاش تفسخ على خاطرها حنا غادي نكملو ليها الفسيخ هادي القوقعة القديمة وهادي القوقعة الجديدة ان شاء الله كتكون مسالمة البحر باقي صرح صرح بليتو غادي نمشيو نجربو شي عميره هنا كاين الحجر فوق قدام كاين الحجر غادي نجربو ليه عميره ونشوفو واش غادي يكون معانا ما تزبطيوش راه صغيره راح الرئيس رجيد ما بغاش العقريشه راها كابيلا خانزة راها كابيلا مرقدة في الملحة مع اللحام عجبدها ولكن دخلت للداخل ما حد باقي الله دابا وقف على السرحة غادي نهبطو ليه دابا غادي نديرو وقيتة ديال الصيادة هاد السويعة هادي عليك مولانا نتمنى وجي شي واحد كبر منه تبارك الله يجعل البركة طوال جاي نعاود تاني الصاد خير الله شرطة صحة وراحة صحة غادي نبدلو المونتاج غادي نحيدو العقريشة انا كنت مرتاح واحد شويه وغادي نعاودو جات الخنشه ديالي بلا تنجبد عليها اول مسفره عندي انا
هاد الزنيطيط غادي يردو الماء ولا ما عرفتش اش غادي يرجع الماء السي رشيد ولا اش غادي يرجع الماء ولا اش غادي يخلع عليك حتى الى رشح ها غادي يخلع عليك حتى الى رشح ياك بعدا بشي قلتها خلوها بشي قلتها حتى يعمر عليها الكام يلا قوم انا حتى نشوفو بوي القريشه دايره الراس تاع الكابيلا جينا لابلاج أصيلة بقى فيها غير ذاك الصغار السيد الأخ رشيد الأخ رشيد راهو يدخل لابلاج كي يلوح في لونسي أنا هاني في اللي حق صغار ديالي هاهي مدينة الصويرة بالليل أخ رشيد خارج من البحر نكون الحصيلة كان فيها داك أسيغا وحدو جينا دابا ضربنا 3 كيلومتر ولا 4 على رجلينا جينا نجربو في لابلاج ريتها ما يقرب يصبح الحال شوية دخول شوية ديال الماء كانت شي حصيلة راه غادي نوريها لكم ما كانتش مهم ما تنساوش دعمونا بلايك ابوني وبارتاج شكرا.